علاج القرنية المخروطية. علاج القرنية المخروطية بيعتمد اساسا احنا اكتشفناها في انهي مرحلة. القرنية المخروطية دي مراحل، مرحلة اولى وتانية وتالتة ورابعة. في المرحلة الاولى بيبقى المريض بيقدر يشوف كويس بالنظارة، اذا اكتشفناها في المرحلة دي كويس جدا، نقدر نعمل حاجة اسمها تثبيت للقرنية. تثبيت القرنية ده هيحافظ على الوضع الموجود حاليا ومش هتضعف اكتر من كده. فالعيان بيشوف كويس بنظارته، هنعمل تثبيت، هيفضل يشوف كويس بنظارته على طول، مش هتضعف تاني. لكن اذا كنا في مراحل متاخره عن كده، اذا كان النظر بالنظاره بقى مش كويس، العيان بالنظاره مش قادر يشوف كويس، ساعتها هنبتدي نفكر في احد الحلول لتحسين النظر. عندنا اول حاجه اسمها زراعه حلقات، بنحط حلقه في العين او حلقتين على حسب شكل القرنيه، وده بيخلي النظر يتحسن بالنظاره. ده مش استغناء عن النظاره، دي عمليه علشان الشخص اللي عنده قرنيه مخروطيه اللي مش قادر يشوف كويس بالنظاره هيشوف كويس بالنظاره. وبعدين بعد ما بنعمل العمليه دي، طبعا العمليه دي الاول زمان كانت بتتعمل بالجراحه وكانت يعني نتيجتها كويسه، لكن مع ظهور جهاز الفيمتو ليزر الموضوع اختلف جدا وبقت النتائج احسن بكتير من الاول. وعمليه سهله بتاخد تقريبا 5 دقائق، المريض بيبقى صاحي، بنعملها بنج موضعي عباره عن قطره، العمليه ما بيحسش فيها باي وجع، ونتيجه العمليه بتبان من تاني يوم بيبتدي يحس بتحسن النظر. عملنا عمليه زراعه الحلقات والنظر اتحسن الحمد لله بالنظاره. بعديها برضو هنحتاج نعمل تثبيت تاني، لانه ممكن النظر بعد ما تحسن يرجع يضعف تاني لان القرنيه ضعيفه. فاحنا بعد عمليه زراعه الحلقات بنعمل تثبيت للنظر تاني علشان نحافظ على الوضع اللي وصلنا له بعد ما حطينا الحلقه. دي كده المرحله اللي هي ممكن نحسن فيها النظر باستخدام زراعه الحلقات وبعديها التثبيت. اذا زراعه الحلقات مش هتجيب نتيجه، الحالة متأخرة أو في مرحلة متأخرة وزراعة الحلقات ما تنفعش، في الوقت ده هنضطر نروح لعملية زراعة القرنية.